سلام سلام كمسك الختام، عليكم محيي بابنا يا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا السلام عليكم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديو نهار اليوم يلقاكم كامل هنيين ومتهنيين. فيديو نهار اليوم كنت راح ندير لكم روتيني الصباحي، كن نوجد ولدي نبعثه يروح يقرا، كيفاش نفوت هذيك الصبيحة وهذا الصبيحة واش نقول لكم كيفاش فاتت غير خمول. نوض بكري، نوض قبلو، نحاول اني نوض حتى هو بكري باش يصحصح مليح، وما من الفطور يفطر في راحته، هو اصلا يفطر بلا عقل، يعني هذاك هو يكون عنده الوقت الكافي باش يبدل ويفطن شويه ويفطر في راحته، هذاك هو يجي ترونسبور يلقاه كمل كلش. ونشارك معكم وجبه الافطار اللي راني نقدمها الرسلان كل مره، واش ندير في الفطور، يعني ماهوش مانيش شاده فرد حاجه في الفطور. ولازم التنويع، لازم الحيله مع الطفل باش يتقبل لك هذيك الحاجه، حتى اذا ما يبغيهاش يولي يبغيها، ولازم الحيله مع الاولاد ومع ابائهما كيما بعضهم. كيما شفتوا الفطور واش درت فيه، هذا الرب البنات بزاف اللي يشوفوه تبان لهم باللي راهي شيكولا، بصح ها هو والرب. بيض مغلي، المكسرات درت هنايا الجوز ودرت له اللوز. المهم البنات شريو غير بعشرين في عشرين، فكل نهار عطيوهم شوية، ماشي كل يوم تعطيه جوز، وماشي كل يوم تعطيه اللوز، وماشي كل يوم تعطيه زبيب، لأنه حتى الزبيب نعطيه له، وزبيب راهو مليح بالبزاف. ركزوا على الزبيب والجوز البنات، راهو روعة روعة روعة. الحليب اكيد نديرو الحليب ديما بلا سكر، كي هو كي خوه، وخوه لازم ينوض يفطر معاه، يعني يفطروا مع بعضهم. كيما قلت لكم درت له زبده تاع البقره، الفرماج، مكسرات، البيض مغلي، مره نغليه مره نقليه بزيت زيتون، كل مره كيفاه. والرب والمربى تاع المشمش مع خبز عادي، يعني مرات ندير خبز بريوش، كل مره كيفاش. هذا النهار ما طيبتش، ما نكذبش لكم، ما درت حتى حاجه من غير الخبز. والوجبه تاع الافطار البنات للولاد راهي تلعب دور كبير في التركيز، يعني الطفل راح يروح يعني كيما نقولوا حنايا بالعاميه اون فورم، يروح بكامل القوه والنشاط والحيويه تاعو، وراح يركز مع الانسه تاعو ولا المعلمه تاعو، كي تعود تشرح له ولا راح يستوعب. ماشي كيما طفل يشرب غير كاس حليب هكاك على الفراغ، ولا ياكل بزاف السكريات، هذو كامل ياثروا. وكانت نصحتني حتى الطبيبه النفسانيه اللي مدايرينها في الروضه، يعني قعدت واستشرتها في بعض الامور هكا، قالت لي حاولي انك تنقصي السكريات، راهي تزيد في الفرط تاع الحركه، يعني تاثر على الطفل بصفه عامه، سواء في المدرسه سواء في البيت. المهم انا الشيء اللي نتعلمه كامل البنات نحب نشاركه معكم، هكا اللي ما عندهاش معلومه راح تكتسب هذا المعلومه. واذا شفتي روحك تقدري تفطري مع اولادك هكا، غير فطري راه مليح لك تفوتي نهارك، ما نحكي لكش كامل نشاط وحيويه. وكيما قلت لكم باللي رسلان شويه مريض، رسلان في فصل الشتاء ملي يدخل عليه وهو يمرض ويرتاح، يمرض ويرتاح، حتى يخلص فصل الشتاء باه يرتاح على ضربه، يبقى يتقريبالي حشاكم سدروا، حشاكم خشمو ديما يسيل. راني نشرب له هذا المكمل الغذائي، المكمل الغذائي هذا البنات فيه الزنك ومليح بزاف، يعني بزاف حوايج، خاصه البيريود اللي رانا فيها، يعني هذا الفيروس اللي راهو حاضر وما بغاش يروح يخطينا، راهو مليح بزاف. وعلى بالكم باللي الزنك راهو محارب هذا الامراض الفيروسيه ومقوي للمناعه، مع الفتره اللي رانا فيها لازمنا ديما المناعه تاعنا عاليه لفوق الفوق. وهذا المكمل الغذائي البنات راهو او مليح ماشي غير لولاد صغار، ومليح للمراه الحامل، المرضعه، لبيبي، يعني من 6 شهور وطلع، وراكم قريتوا بلي راهو مكمل غذائي، ننصحكم به، يكون في كل دار في الفتره هذه، مليح مليح بزاف. المهم راهو متواجد في لي فارماسي كامله البنات، قولوا لهم برك عطيونا زانك اسي فارما راح يعطيه لكم، وربي يشافي كل مريض ان شاء الله. كيما شفتوا رسالة راح يقرا، والوقت هذا انا ديما نعاود نولي لبلاصتي نحكم تليفوني ونبقى مع الفيديوهات تاعي ومع لاشين تاعي، واحمد يا اما يرجع يرقد يا اما يبقى يتفرج ولا يلعب العابه. روحنا غبرنا في زوج، حطيت راسي يا البنات روحت فيها، رقدت ما فقتش خلاص.
ما فقناش الوقت، وحتى باحمد رقد ما مالفكي نوض ينوضني، يعني لا شتات انا راقده وهو نايض ينوضني، ما نقدرش نبقى راقده وهو تلمو الكالم وما كان حتى صوت. رحت فيها ما فقتش خلاص، نصت نجري، كان راح الحال. راح الحال مزيد دار يعني مخمله، ما كان حتى حاجه اللي نخدمها من غير فراش هزيتو، هزيت فراشهم. نصت ديريكت فطرت ورحت نوجد الغداء. الغداء راح ندير حندير الغرايف، الغرايف اللي هو البغرير ولا القرصه. واش من غداء البنات؟ غداء عشاء. غداء عشاء قهوه مع بعضها. الوصفه نحتاج فيها زوج كيسان سميد رطب، نحتاج فيها مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره سكر، مغرف صغيره تاع الملح، حبه كامله تاع بيض، وباكي تاع خميره، وثلاث كيسان تاع الماء الدافي. راح نجيب البلاندر كيما شفتوا الطاس، تحبوا تستعملوا البراميكسر استعملوا البراميكسر عادي. من بعد راح نكمل كامل المكونات كلش مع بعضها. انا قلت لكم تبغيو ديروا الطاس ولا بالبلاندر كيما ولا الميكسر كيما حبيتوا نتوما. نحط الطاس، نخلي كلشي يدور حتى يتجانس الخليط كامل، يعني هذاك السميد والماء المكونات كامل يدخلوا في بعضهم، تحصل على خليط يكون خاثر. من بعد اخر حاجه راح نضيفها هي الخميره تاع الحلويات، يعني مانيش راح نلوحها في الاول، نلوحها في الاخير، نخليها برك تتخلط باش تتجانس مع كامل المكونات، ونطفي على الخليط. نخليها بجنب، ما نخليوهاش تخمر، نخليوها بجنب لخاطر هذا الغريف راهم اكسبريس. الوقت هذا نروح انايا نوجد الزبده تاعينا، راح ندير الزبده تاع البقره. نخليها تذوب ونوجد المقلة تاعي تسخن هكا باش اللي نطيبها ندهنها، اللي نطيبها ندهنها حتى نكمل كلش. بالنسبة للمقلة، أنا يا المقلة استعملت كرابيار عادي، مقلة تاع تيفان نطيبو فيها لي كراب، نطيبو فيها الغرايف عادي جدا. واش راح ندير؟ ندهنها بالزبدة باش نتفادى الالتصاق، مع انه راهي ما تلصقليش. بصح اذا انتيا شفتي المقلة تاعك مرة على مرة ديرها بيك، غير ادهنيها المرة الاولى ما كيش حتزيدي تدهنيها. ومن غير المقلة تيفال عندك فاش طيبي، يعني مقالي واحد اخرين ماشي شرط اصلا تكون كرابيار، المهم تكون مقلة تاع تيفال ينقليو فيها البطاطا عادي ما تلصقش. هذا مكان تقدري، شوفوا البنات كيفاش راهي تثقب، تقدري ثاني ديريها عادي في الطاجين تاعهم سبيسيال كيما نقولوا حنا الطاجين المسرح، تدهنيه كاين يدهنوا بصابون حجره، كاين يدهنوا بالصفر تاع البيض، كل واحد وكل واحد وعاداته وتقاليده، وكل واحد باش مالف يعني ماشي شرط عادات وتقاليد. وعندكم ثاني الكارلاجة، انا قبل ما نزوجها البنات كنت نطيبها في الكارلاج. الكارلاجة اكيد تكون جديدة، تجيبيها تغسليها تنظفيها تحطيها تتحرق مليح وتعودي تخدمي عليها، ماشي كارلاجة هكا ما باليش منين نجيبها وخلاص. اغسليها حطيها تسخن مليح وتعودي طيبي فيها روعة، يعني نقولكم عن تجربة بكري كنت نطيب غير في الكارلاجة، يجيكم الغرايف تاعكم خفاف ومثقبين يهبلوا، خاصة انو الكارلاجة ثقيلة والحوايج كيما هاك يحبوا الحاجه اللي تكون ثقيله وسخونه، يعني الكلاجه ثقيله وكي تشد السخونيه صاي. كيما راكم تشوفوا راني نطيب فيهم وحده بوحده، شوفوا البنات هنا قربتها لكم الكاميرا وحده بوحده، كل ما طيب ندهنها بالزبده وندير عليها السكر، كاين يديروا العسل، يديروا العسل انا اصلا العسل ماهوش متوفر عندي، ندير السكر ونحب هذيك الحروشيه تاع السكر تجي تهبل. ندهنها ونحط ندهن ونحط بلا ما نقلب، ديجا السكر هذاك راهو راح يذوب، وفي نفس الوقت الغرايف تاعكم ماهمش راح يلصقوا، ما تخافوش تقولوا كي نحطوها هكاك ديريكت على وجهه تلصق، ما تلصقش، يعني ديجا رانا دهناها بالزبده ودنا لها سكر وهكا الغرايف تاعنا راهم واجدين. وحبيت نشارك معكم هذا السيرفيس تاع السيرفيس تاع البن، عندي مده ملي شريته راهو مخبي، سيرفيس يهبل جاي في الابيض، حبيت نشريه ابيض علاوه لانه تقدري تحطي الكيسان وحدهم في رمضان، يعني في رمضان ولا كي تحبي ديري هكا طابله في الايام العاديه اللي تصوموهم ايام البيض ولا الاثنين والخميس ولا هذا الكيسان البويض يخرجهم على سيرفيس البويض مهما كان نوعه، ابيض فيه رشمه بال رشمه دوغي ولا كيما اللي عندي انا فيهم وردات غوز، يهب البنات هايل جاي خفيف، يعني الشربه فيه تهبل تهبل. شريتو سبيسيال للبن، يعني هكا مع الغرايف مع الرفيس الزراوي كيما اللي يقولوا له في رمضان، قلت لكم ثانيه تحطوه مع الكاس تاع البن وحده والكاس تاع العصائر والمشروبات الاخرى وحده.
وهذه هي الطابله اللي قلت لكم خيروا نتوما واش بغيتوا تسميوها، تاع غدا تاع فطور تاع قهوه العشيه كيما بغيتوا. وهم ليك الغرايف يجيو هايلين هايلين البنات. المهم اللي خفت انه ما تتقبلهاش زيدي لها مغرف تاع الخل، زيدوا مغرف تاع الخل باش تضمنوا نجاح الوصفه. وصفه رائعه البنات، سيرفيس ربيت، راح نقسم لكم تشوفوها، تشوفوا الغرايف كيفاش شكلهم النهائي، يعني اخر دقيقه راح تحضروهم. مثلا عندكم ضياف يحبوا الغرايف وحبيتوا ديرهم لهم، يلا ليها ليه وجدوهم وحطوهم. وهذا هو الغرايف تاعنا، شوفوا كيف جايين خفاف يهبلوا، ما يتشبعوش البنات والله ما يتشبعوا. نتمنى انكم تجربوهم وتنجحوا في تحضير الوصفه، واكيد تبعثوا لي التطبيقات تاعكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. مع السلامه.